انه المهرجان ديال المارزه هو مهرجان كبير، معطيات كبيره، تنظيم ممتاز، امكانيات باهره، مقدمين من احسن ما كاين في المغرب. الله يسهل، هو الله يرضي عليه والدراري ديالو تما، الله يسهل عليهم، الله يجيب لهم التيسير، الله يركبهم يركبوا سالمين وينزلوا غانمين ان شاء الله يا رب. امين يا رب. السلام عليكم وصباح الخير عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. انا اليوم الافتتاح في مهرجان المهارزه، وجيت نشارك معكم اجواء عاوتاني، ونشارك معكم اليوم الركوب والافتتاح. هذا ما الخيول ديال المقدم طيب الحديوي، تبارك الله اللهم بارك. هما دابا استعدوا كيسرجوا. ديال اليوسفي حاريت بطل المغرب بجمال المدينة الجديدة، المهرجان المهارزة، تبارك الله الله يبارك الله يسخر. كلمة خويا عليه. ويوسف حريت صاحبنا اخونا وعزيز علينا. واش قول لي اليوم هنا في مهرجان المهارزة؟ كنقول لي الله يجيب لكم السلامة. امين، السلامة هي كل شيء. الله يوفقكم. شكرا، شكرا لك اخويا. انا في الوثائق ديال مقدم يوسف حريت بطل المغرب اللي حصل على الميدالية الذهبية هذا العام 2023. نتمنى له السلامة والتيسير، واليوم كيتواجد مهرجان المهارزة الساحل، مهرجان الاصيل. نتمنوا ليه السلامه والتيسير، واحد موفق الله يسخر، ويركبوا ان شاء الله ونشاركوا معكم ثاني اللباس ديالهم والكوب ديالهم في المحرك او ثاني. يلا خليكم مع ان شاء الله. وجيت مشرف لهذا الموسم ديال المهارزة، وجيت لعند اليوسفي حاريت، وحنا راه حبيبنا وخونا، وكنوهبوا ليه الحاجه العزيزه علينا، كنوهبوها ليه. باش كنوهبوها ليه؟ من اجل الفروشيه التقليديه، ومن اجل الناس اللي جاو عنده ضيوف من الدار البيضاء، ومولات خرجوا من جديده، ومن المغرب كامل. المغرب كامل كيحبوه، هو بطل ديال 2023. المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك عندنا. الحمد لله، شرف لينا مني احنا بالابطال في سنه 2023. الحمد لله جينا للمهرجان ديال مهرجة الساحل اللي فيه قدمية جميع انواع انحاء المغرب، كاين قدمية كبار. نطلب الله يكون عند حسن الظن الجمهور الكريم، وفراجة ممتعة ان شاء الله. شكرا لك مقدم، شكرا ومبروك عليك. مقدم حاريت دريويش ديال الكبرانيه الصراحه، الله يخلي الحال زين. امين يا رب العالمين. تشكر اختي سعاد، تحيه من هذا المنصه. شكرا لكم. شي كلمه بحق الابن ديالك المقدم اليوسفي حريت، وبحق لهاد الوليدات كاملين وليداتك. الله يسهل عليهم كلهم، الله يرضي عليهم، الله يكمل عليهم بخير. الله يسهل، هو الله يرضي عليه والدراري ديالو تما، الله يسهل عليهم، الله يجيب لهم التيسير، الله يركبهم يركبوا سالمين وينزلوا غانمين ان شاء الله يا رب. امين يا رب العالمين. وهذا الاب ديال بطل المغرب، انا نقول بطل المغرب المقدم يوسف حريت. وانا كامل هذا، وانا عم رادار الحاج عندنا. هذا السيد هذا الاب ديال البطل ديال يوسف 2023. اخر ما كاين في العالم، اخر ما كاين في العالم. الحاج تحيه لكم. تعالي معايا حلاي باخوات، تحضر بين هذا الشيء. هذا العمود الفقري ديال الخزانه ديال لوطا. لهنا يخطيه. امين يا كبير. الوالد طابع ديال الوالدين هو كل شيء. هذا صاحب دراري ولد عمري دار. الله يحييهم. انا في الوثائق ديال الحاجة رضا الحديوي والابن ديالو المقدم طيب الحديوي، والمقدم اليوسف حريت
ونتمنى لكم السلامه وتيسير واحد الموقف ديال بطل المغرب الكلمه من عندك السي الحاج. اللي بغيت نقول هو انه المهرجان ديال مارسا هو مهرجان كبير، معطيات كبيره، تنظيم ممتاز، امكانيات باهره، مقدمين من احسن ما كاين في المغرب، يا عشرات الشراب او 12 شربه من احسن الشراب اللي كاين في المغرب. وبهذه المناسبه كنشكروا اللجنه المنظمه وكنشكر جميع المقدمين اللي شاركونا في هذا المهرجان، مهرجان مهرج الساحل. وبهذه المناسبه كنقول ان الصبا ديال السي طيب الحديوي فهي كتمثل جماعه مهرج الساحل، وهي هي جد مسروره باش تمثل هذه الجماعه او هذه الجماعه ديال الساحل. وكنتمنى التوفيق لجميع المقدمين من الف الى ياء. وشكرا لك انت يا الحاج، شكرا لك والله يطول لنا في عمرك، وشكرا لهاد الشباب ولهاد الهرام ولهاد الابطال كلهم ابطال. اعطيك انا من المقدم شحاريت القديم بجوج تبارك الله. وانا بالمناسبه كنقدم لكم شحاريت اللي هو بطل المغرب سنه 2023 من الميداليه الذهبيه. تفضل يا شحاريت. عائلتي ماشي اول ما بديت ركبت مع العائله ديال الحديوي. الحمد لله هذا شرف ليا اللي الحمد لله ولينا حنا مقدمين، انا وليت مقدم ولا عندي خير وليت كنمثل الدكان البلاد ديالي. الحمد لله ملي كنت انا من الاوائل في 2023 ان شاء الله الله يسلم الميداليه الذهبيه. هذا شرف ان شاء الله، وان شاء الله العام الجاي كنغادر طيب ان شاء الله. علاش لا تا هو يكون من الاول ان شاء الله. الله يسهل على الجميع. الله يسهل ان شاء الله. شي كلمه المقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم السي طيب الحديوي، مقدم ممثل مارز الساحل. كنشكروا اخ حارث واللجنه المنظمه تاع المحرك تاع المهرجان اللي نظموا، كنشكرهم بزاف. كنطلبوا السلامة والتيسير للجميع إن شاء الله. وشكرا. وشكرا لكم المقاديم كاملين، وشكرا لكم أولدي، وكلكم قاديم وكلكم كتستاهلوا الذهب، وكلكم ذهب. والله يخلي لكم الوالدين ديالكم، الله يسخر لكم. الله يسخر. ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم احفظنا في خير. اللهم احفظنا. نسألك أن نركب سالمين وأن ننزل غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. هو العاشق في النبي صلوا عليه. اللهم صل عليه يا رسول الله، اللهم صل عليه يا رسول الله، اللهم صل عليه يا رسول الله وجنبي. الله يسخر له. الله يسخر. المباراه هو اللي كاين السي ربيع راه غيجي حدا امين. السيد راه مشرف خونا وحبيبنا، مرحبا بك السي ربيع. والله الا نهار كبير هذا مني معنا اليوم، راه نهار غليظ هذا. الله يكمل. والله الا بالقلب يسلم. سمحوا لينا. الله يبارك فيكم. شوف راه القلب عارف اللي كاين، عارف اللي كاين. بغيت ربي يحفظكم والله ييسر لكم. السيد راه خويا وحبيبي. عشره. هذا هو الطبيب. مدير السنان. حتى هو ان شاء الله كبروا به وفرحوا به. الله يسلمك كبيرة. المهم تا نطلع تحت ان شاء الله ولدك. الله يجزيك الخير. الله يسلمك. واك علي. حمزة. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليه يا رسول الله اللهم صل عليه يا رسول الله اللهم صل عليه يا رسول الله وشعبي. الصحبة ديال المقدم الطيب الحديوي نتمنى له السلامة والتيسير وخدمة موفقة يا رب الجميع. الله 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 المقدم الطيب الحديوي الله يسخر ليهم. المقدم ليوسف حاريت هو الاول غيعطيو انطلاقه بطل المغرب حصل الميداليه الذهبيه 2023 بارسلام كيمثل العمالات الجديده. كنتمنى ليه السلامه والتيسير وهاد الموفقه خويا ليوسف. المقدم ليوسف حاريت بطل المغرب. كانت هذه التصويره ديال المقدم البطل حارث اليوسفي. فالحمد لله ها انتم كتشوفوا بعينيكم الرسل الزبيطين كيفاش دايرين، الجالب كيفاش دايرين، حتى الخيول تبارك الله. فهذه هي الخيول المغربيه، فهذه هي التموريده ديال المغاربه. فهذا الشيء علاش اليونسكو درجات التموريده كتراث لا مادي في القائمه ديال التراث الانساني العالمي. شكرا لحارث اليوسفي. قدم طيبي الحديوي من أولي السلامة والتيسير. تحية تحية للمقدم طيبي الحديوي اللي كيمثل جماعة المهرزة. شكرا لك على هذا الجمال وعلى هذه الأناقة، ولكن الأجمل أن السيد طيبي الحديوي يمتطي سهوة أزعر دكالة من بين الخيول الرائعة والجميلة. فتحية للمقدم طيبي العبديوي. حارث اليوسفي، حارث اليوسفي على بركة الله المقدم حفظ الله. واقف بيدو وسهران على الشغل ديالو. صافي راه جاو جاو جاو. نوجه ليه التحية. الصربة اللي جاية ديال اليوسف حاريت تلقى الأولى بالبارود. سلامة وتيسير. صحة اليوسف صحة 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 البارود تبارك الله عليك سي حاريت اليوسفي.
اول طلقة مجموعة ومحسوكة برجدينا وشميها ريحة البارود اولا. فتحية لك سي يوسفي، تحية لفرسان دكالة وتبارك الله عليكم. الصربة ديال الطيبين حديوي التلقة الاولى في البارود، نتمنوا ليه السلامة والتيسير. تبارك الله عليكم وتبارك الله على فرسان المهرجة برئاسة مقدم السيد الطيبي الحديوي. الثانية ديال اليوسف حاريت، نتمنوا ليه السلامة والتيسير، حظ موفق يا رب. شربة طيبين طيبين حديوي ممثل جماعات المهرجة الساحل عملت الجديدة. يكون تما لانه كيقطع لك الميكرو على البعد، الله يخليك حافظ على ديك البلاصه. شكرا لك خويا سي محمد. شير تشوفوا يوسف حارث من السلامه والتيسير. شكرا سي حارث يوسفي على هذه المتعه والامتاع اللي عشنا هذا اليوم الاول من المهرجان. نتمنوا لك ليله سعيده ونتلاقاو غدا ان شاء الله ومرحبا بك. شكرا لسربت المقدم السي الطيبي الحديوي ممثل جماعه المهرجه، تبارك الله عليكم ونتمنى لكم ليله سعيده ومقام طيب بارض المهرجه.